سارة. نادر، ايه اللي جابك؟ وبعدين اخرته ايه اللي انا فيه ده؟ يعني هفضل هربانه كده لحد امتى؟ وهثبت براءتي ازاي؟ وانا هعمل ايه لوحدي وكل اللي حواليا يتخلوا عني وسابوني؟ حتى نادر اللي كنت معتمد عليه في كل حاجه وكان املي الوحيد سابني لوحدي ومشي. انا خلاص مش قادره اثق في اي حد تاني ولا عندي امل في اي حاجه. انا تعبت بجد، مش قادره خلاص. هايدي، أنا جاية أترمي في حضنك قبل ما أسلم نفسي. سلمي نفسك؟ سلمي نفسك ليه يا بنتي؟ في إيه؟ إبراهيم نوح إبراهيم؟ تقريباً. امضي هنا. أنا؟ أيوه. إيه البتاع ده؟ ده السلع في النيابة. امضي فين؟ اتفضل. كوريا كوريا. ايه؟ ما كفايه بلح بقى يا كوريا، سبسبهولي عشان تطلع حلوه في صوره المدرسه. يو، امال لك يا وليه بتقولها لي كده كاني معرفش اعمل الا بلح؟ طب ايه رايك بقى اعمله لك كله بلح عشان تلم لسانك ده؟ روح اقعدي هناك، هاتي راسك يا بت. صباح الخير. قول مساء الخير. الساعة بقت 2 الظهر وانت بالك يومين لا بتصحى ولا بتنزل تفتح العربية. أنا جالي استدعى من النيابة. يا سيبتي؟ ليه ما عملت إيه؟ هكون عملت إيه يعني؟ ما أنا على حطة إيدك يا كوريا، لا رحت ولا جيت. بس لسه مصاحب لي العيال الساعة طعموس بلتو. مصاحبهم تقوم النيابة عاوزاني؟ ما تعوزهم هم. طب وبعد؟ بقول لك يا حبيبتي. يلا حبيبتي حلوة كده عشان نبقى قسمنا البلد نصين بيننا وأمي. يلا حاسبيها يا شيماء. وإيه اللي حلو كده؟ وبعدين كبدايك هتعمل ايه؟ هعمل عبيط ولا كاني شفت حاجه، انا بس عايز ارسى على اساس الحوار ده عشان انا مش مستريحه كويس. انا لو فضلت عايشه بالطريقه دي اخرتي هتبقى في مستشفى المجانين مش في السجن، انا هفضل هربانه لحد امتى؟ هفضل عايشه جوه جمالات دي قد ايه؟ انت مش متخيل يا بابي الناس اللي انا عايشه معاهم عاملين ازاي؟ مش متخيل بيتصرفوا ازاي؟ انا خلاص مش قادره اكمل، انا تعبت. ليه بس كده يا ست هايدي؟ طب والله يا ابو طالب بيه، والله الناس هناك في بطن البقرة بيعشقوا وبيحبوا ست هايدي دي، وخصوصا بعد ما فتحت المحل بتاعها، عاملينها هناك الرئيسة. يا هايدي يا حبيبتي، ما تضيعيش نفسك في لحظة خنقة. أنت بجد قدرتي تكوني قوية، عارفة يعني إيه إنك تعرفي تستحملي وتعيشي في المكان اللي أنت رحتيه ده؟ وتعرفي تقفي على رجليكي من تاني الحمد لله، وظل كل الظروف دي فتحتي مشروع طول عمرك بتحلمي بيه أو شبهه كمان. ليه دلوقتي عايزه تخسري كل حاجه؟ هخسره عشان ده مش بتاعي، ده بتاع جمالات اللي انا مش طايقاها ولا قادره استحملها. انا خلاص عايزه ارجع هايدي بقى. غلط يا حبيبتي، غلط يا هايدي، انت لو رحت السجن مش هتستحمليه. لا هستحمل، ده عندي اهون مليون مره من ان انا اتخمن ناس بحبها ووثقت فيها. كمان حكايه نادر دي انا مش قادر اصدقها. نادر ده ضحيه زي هايدي بالظبط، بس كل واحد بيتحمل حسب طاقته. أنا فكرت زي ما بتفكر بالظبط يا أبو طالب بيه في الموضوع ده. أنا مش عارف هتفضل تدافع عنه لحد إمتى، ما كل حاجة واضحة زي الشمس، ده كل حاجة واضحة أكتر من الشمس. أكيد في حاجة إحنا مش فاهمينها، بس أنا هفضل وراها لحد ما أفهمها. يلا حبيبتي، يلا قومي كده وروحي مع شكري بطن البقرة وخليكي جدعة، خليكي قوية. حتى لو قعدتي سنتين جمالات، أحسن ما تترمي في السجن وناس تانية تتمتع بفلوسك. إيه ده؟ انت مستني حد؟ انا لا مش اطلع اطلع يا حبيبي، اطلع اوضتك، اطلع اوضتك، انا مش مستني حد. السلام عليكم، ابو طالب بيه موجود؟ كنت عارفه انك هتيجي تاني، بس بصراحه ما تخيلتش انك هترجع بالسرعه دي، فاجئتني. انا بقى مش متفاجئ لاني رجعت، بس مش زي الاول يا ساره.
دلوقتي انا عارف انا عايز ايه اكتر من الاول بكتير قوي. ساره انا محتاج بنت زيك في حياتي. زي؟ اه. ساره انا مش عايز ابقى لوحدي. وفي نفس الوقت مش عايز ابقى مع حد. نفسي جدا اخش في علاقه. بس من غير ما اكون مرتبط. تقدري تقولي كده عايز اخرج من الحاله اللي انا فيها دي. بس من غير ما اخش في حاله جديده. وانت شايف بقى ان انا احقق لك ده؟ جدا. ساره تعرفي ان احنا شبه بعض جدا في المرحله دي؟ انت بنت مش زي اي بنت انا قابلتها في حياتي قبل كده. مش بتفكري بطريقه تقليديه. بيت، جواز، مسؤوليات. ما اعتقدش انك هتاذي اللي معاكي. بشرط انه ما يذكيش. انا شايف ان دي ممكن تكون علاقه فير جدا، واضحه وما فيهاش اي غموض. اوكي. انا موافقه. بس بشرط. شرط ايه؟ ما تديش لنفسك حقوق انا ما اديتها لكش. وما تطلبش مني حاجه انا ما طلبتهاش منك. اوكي؟ قصدك اصحابك الولاد؟ خالص. انا ما بحبش التعدد. ما بعرفش اكون مع راجلين في نفس الوقت. بس انا بتاعتي انا. مش تقلقي. ان شاء الله هتبقي زي الفل. في ايه يا سندس؟ مالك؟ مالك يا سندس؟ في ايه؟ في ايه؟ سبتيني ومشيتي. معلش يا سندس. البنت اللي هنا برضه سابتني لوحدي وانا خايفه. حبيبتي يا سندس انا جنبك مش هسيبك تاني. بس ما تعيطيش. انا جعانه. طيب وهعمل لك اكل يا حبيبتي وهسرح لك شعرك وهرجعك سندس الحلوه. ما تعيطيش يا سندس تضحكي. عايزه اكل. حاضر حبيبتي من عينيا. وريني ضحكتك الاول. مش هسيبك يا سندس مش هبعد عنك. انا جعانه. حاضر وريني ضحكتك الحلوه بس. هقوم اعمل لك اكل. اه. نفسك في ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسك في ايه يا سندوسه؟ كابوريا. بس واتك البيت تقريبا خطيبتك دي وشكلها مقرش. انا مش عارف البت دي عدت من تحت ايدك ازاي يا ماما، مع ان انت دنجوان بطن البقره. يا عم واتكت ايه؟ دي بتكح قمصان نوم. البت دي اصلا كانت متجوزه واحد في الخليج وما رستش منه دنار احمر، وجات يعني بالهدوم اللي عليها. بس واتك يا يا عم انا مالي، ان شاء الله يكون عندها 60 سنه. المهم يبقى معاها فلوس يا عم طاعون. وتدلعني بقى وتصرف عليا. ايوه تدلعني يا طاعون. ادون جول وقعد حلب حصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت فين يا دي سوكا؟ مختفي فين؟ انت اللي فين يا صاحبي؟ بقالك يومين مش ظاهر. ما بتفتحش العربيه ليه؟ في ايه يعني؟ وقعت على سبوبه كده. ايه ده اشتغلت؟ اه. فين بقى ان شاء الله؟ في مطعم طباخ. بس اوعى تقول لكوريا على حاجه لحد ما رستق نفسي واثبت رجلي في الشغلانه. ربنا يكرمك يا صاحبي. من العين دي قبل العين دي. طب والعربيه يا عم؟ هي متلقحه. الناس هنا يا سوكا مش لاقي تاكل عيش حاف، هتاكل كبده وسجق. بص يا صاحبي، انت تديني العربيه ديت اقف عليها وتعلمني الصنعه والنص بالنص. وعلى فكره اول لما ترجع هتلاقي العربيه ساق سليم. قلت ايه؟ ماشي يا سوكا. ايدك بقى على المفتاح يا صاحبي، اروح اظبط العربيه وبتعالى بص عليها كده وفهمني الفوله فيها ايه. امسك. ادي الصحاب. الاصيل للاصيل. سلام يا فنان. بحبك باستمرار. انت ما قلتلوش ليه ده على الشغلانه؟ الواد سوكا صاحبي اه، بس بق ودلدوله بتاع امه، ولو عرف اي حاجه هيروح يكب في ودن كوريا على طول. وهتيجي بقى كوريا تقول لك كباريه والنسوان والخمره، وانت عارف بقى الشغل ده. بس برضه ياد جاك طاعون، تديله مفتاح عربيتك. ياد عربيتك دي زي المدام، ما ينفعش تديها لحد بتاتا. وانا مديله مرسيدس؟ ده عربيه كبده. ده سوكا طاعون. سوكا بالهنا والشفا. ثانيه بس هشوف مين اللي بيخبط. بنتك ضربة. يو انا جيت ناحيتك دلوقتي. ايوه. بقول ايه؟ انا قصدك في ختم. انت بتكلميني انا؟ امال سندس؟ لا ما كنت عربية. سبتيني يا اختي خايفة وجعانة. تعالي تعالي يا حبيبتي. انا بخلت استني دلوقتي. خير. عايزاكي تكلمي لي الضابط بتاعك. الضابط بتاعي؟ ليه؟ هي مجاله استدعى من النيابة. وعايزين نعرف الاستدعاء ده ليه؟ انا اللي هكلم الضابط هنا واقول له ياخدك ويحطك في السجن علشان انت سبتيني انا وكرهك. معلش يا خالتي، حقك على دماغي، حقك على دماغ امي الله يرحمها.
بس والنبي والنبي سيبينا نشوف النصيب اللي انا فيه. ما بكلموش. نعم يا اختي انت هتعمليهم عليا ولا ايه؟ جالي من يومين المحل وقلت له ما تكلمنيش تاني ومشي زعلان. طب معلش يا جول تعالي على نفسك عشان خاطر الواد لا ينتصف فيها حكم غيابي وينحبس. ماليش دعوه خدي نمرته وكلميه انت. ما ينفعش انا اللي اكلمه مش هيعمل حاجه. انتي اللي لازم تكلميه وتدلعي عليه عشان يعمل لنا المصلحه بعد كده ان شاء الله تقولها في بعض. دلعي دلعي. بقول لك ماليش دعوه مش هكلمه. هو ايه اللي مش هتكلميه ده ليه ان شاء الله؟ كل ده عشان كرامتك يعني؟ لو انتي مش حاسه احنا عاملين عشانك ايه ده احنا ملبسين نفسنا قضاء عشان متسطرين عليك وكتبانين على الحاره كلها ومقسماني في اكلي وشربي ونومي وحمامي وشايله همك للنهار كانه همي. يا شيخه ده حتى لما نزلت الصبح وغبتي قلبي وجعني عليكي كأنك أختي ولا بنتي. كل ده مفيش تقدير؟ وانتي ايه؟ كأن الناس دي كلها بتشتغل عندك ما بتحسيش بيهم؟ يا شيخة شحال ما كنتش جايالك يعني وبقولك ده أنا قصدك في خدمة ده بدل ما تقوليلي تأموري ولا من عناية الاثنين زي الناس الجدعان تقوليلي. لا طبعا صحيح اللي بيقني كلب بيطمر فيه واللي بيقني إنسان بيعضه. كلب؟ ماشي يا كل انا كنت هكلمهولك بس دلوقتي عمري ما هكلمه. ايه رايك؟ الله يسامح انا اكيد ما اقصدش يعني. طب حتى قولي مساء الخير ولا انا خلاص بقيت عدوتك؟ مساء الخير يا رجاء. استنى هنا رايح فين؟ ممكن تقولي انت بتعاملني كده ليه؟ جرى يا رجاء؟ هو انت عايزه تتخانقي وخلاص ولا ايه؟ ده انت مش بقيت سلبي وبس ومالكش دعوه بكل اللي حواليك، لا ده انت كمان بقيت مؤذي وبتاذي كل اللي حواليك. ابو طالب بيه كان هنا وقال لي ان ابو نجوان راح له البيت وهدده وانت لازم تظهر عشان تخلصهم اللي هما فيه. وانا مال امي انا بالقضيه دي؟ انا سبت القضيه خلاص يحلوها بقى زي ما هما عايزين. اوكي هما يحلوا القضيه بالطريقه اللي هما عايزينها. انا بقى بتعاملني كده ليه؟ انا اذيتك في ايه؟ افتكرت انا الاسطوانه ياها المشروخه دي. انا اللي ربيتك انا اللي علمتك بعد ما ابوك وامك ماتوا وانا اللي ضيعت عمري وشبابي عليك. ما كنت عشت شبابك رجاء وخلصتينا على الاقل كنت بقيتي انسانه عاديه دلوقتي بدل ما انت عماله تقلدي العيال اللي عندها 15 و20 سنه في اللبس وفي الميك اب. بقيتي حاجه تكسف. الو الو مين معايا؟ ايه مش فاكر صوتي؟ لا معلش مش واخد بالي. عموما انت عندك حق تزعل مني. انا اسفه يعني عشان المره اللي اتعاملت معاك بطريقه سخيفه المره اللي فاتت بس معلش عشان كان عندي شويه مشاكل والناس اللي انت شفتهم خارجين من عندي كانوا يعني جايبين لي اخبار وحشه وبعدين انت طول الوقت بتعاملني كده زي ما اكون متهمه عندك وبتحقق معايا فيعني الحاجات دي عصبتني شويه. ما تزعلش مني خالص. طبعا متهمه ايه وبعدين انا مش زعلان خلاص. المهم انت تبقي كويسه. بعدين يا ستي لو في عندك اي مشاكل ما تحكيها لي وانا هتلاقيني جنبك. متشكره. طب عشان ما اطولش عليك كان في قريبتي كوريا اللي انا عايشه عندها يعني اللي شقتها كان عليها مشاكل فاكرها؟ فاكرها طبعا الكوافير. خطيبها بقى اسمه ابراهيم نوح السيد كان جاله استدعى من النيابه وهو قلق قوي عايز يعرف يعني الاستدعاء ده عشان ايه فلو تقدر يعني تعرف لنا. بسيطه خالص. انا بكره الصبح اول ما اوصل الاسم اشوف لك لو ليه اي محاضره عندنا اتحولت للنيابه ولا لا ولو في هعرف لك ايه السبب بالظبط. مش ده رقمك؟ رقمي. خلاص انا هسجله واكلمك بكره اقول لك ايه الاخبار. بس بقول لك ايه هتعامليني زي ما بتعامليني دلوقتي مش زي قبل كده. لا 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 اكيد اكيد زي دلوقتي. يلا باي باي. ما بتكلموهش جت نيل احنا لو بنعرف نتساوي كده ما كانش ده بقى حل. بتقولي ايه؟ بقول متشكرين يا جولي. العفو يا كوريا. الو ايوه يا بابا ازيك؟ اهلا ازيك يا ست نجوان؟ لفت الفلوس لوحدك وسايبانا حالنا متبهدل ليه؟ هو في حاجه حصلت؟ في حاجات يا اختي. امك جالها فشل كلوي وراقده في المستشفى. يا نهار ابيض فشل كلوي مره واحده؟ امال مرتين؟ مره واحده
محتاجة غسيل كلى وثمان مرات في الشهر بثمان تلاف جنيه، الجلسة الواحدة بألف جنيه. مش مهم الفلوس، أنا هبعت لك، بس المهم ماما تبقى كويسة. بلا ستين نيلة أهي رقدت، مين بقى يا أختي اللي هيصرف على البيت إن شاء الله؟ ما قدامناش غيرك. ابعتي لنا كل شهر الثمان تلاف بتوع الغسيل، وفوقيهم كام ألف كده لمصاريف إخواتك، مصاريفهم بقت تقطم الوسط. طيب حاضر يا بابا، أنا هبعت لك على وسط ريوني وزي المرة اللي فاتت، المهم خلي بالك من ماما. يلا باي دلوقتي، ها؟ باي. باي باي. جاتك نيلة في لغات أمك، ما تقولي مع السلامة. يا دي النكد اللي أنا فيه، لسه هروح أفتح. طيب طيب. إيه ده؟ جايبينها لي كده ليه؟ أنا لا بعرف أكل ولا شرب ولا طفح ولا عندي نص جنيه في البيت حتى. الله يكرمك يا أبو نجوان، أنا مش طالبة يا أخويا غير إني أترمى على فرشتي، والدكتور قال إن أنا هتحسن بعد الغسيل. انزلي يا أختي هاتيلك قرشين تغسلي بيهم. إيه ده؟ أنت بتكلمها كده إزاي؟ واحدة عيانة قدامك يا أخي عندها فشل كلوي، قولها ربنا يشفيكي ان شاء الله تقومي بالسلامه، مش عمال تسمي بدلها كده بكلامك. جرايه يا اختي، انت هتعملي لي فيها ابله فيطه وتوعظينا؟ ما تغوري في داهيه، واحد بيتكلم مع مراته، ايش حشرك انت؟ معلش يا بنتي امسحيها فيا، حقك علي حقك علي. ربنا يكون في عونك يا منجوان. السلام عليكم يا اخت جمالات. هلو، اهلا وسهلا. مين الراجل ده؟ ده الشيخ ناصر يا سندس. انا بحب الشيوخ قوي قوي قوي، عارفة ليه؟ ليه؟ علشان بيودونا نحج ويعلمونا نقول ايه. انا هحج امتى بقى؟ ان شاء الله ربنا يكتبها لك يا ست سندس. بعد اذنك يا اختي، كنت حابب الفت نظرك لحاجة بسيطة كده. اتفضل. هذه المجسمات الموضوعة في فترينات العرض المسماة بالملكانات، الا ترين فيها فتنة؟ يعني ايه؟ هذه المجسمات الا ترين فيها فتنة؟ فتنة؟ دي بلاستيك. أفهم هذا جيدا، ولكنها منحوتة بمهارة كأنها أنثى متفجرة الأنوثة ملفوفة القوام، وشباب منطقتنا من الفقراء، ممن يصعب عليهم توفير نفقات الزواج لمشاهدة النساء الحقيقيات. وأنا بعيني شاهدت كثير من أبنائنا سائق التكاتي وهم يهدؤون السرعة ليتأملوا هذه المجسمات، والعياذ بالله. العياذ بالله؟ يعني هو أنا صحيح مش فاهمة ولا كلمة من اللي حضرتك بتقوله، بس واضح إنه كلام مهم. ولكنني وقفت أراقب المحل طويلا حتى وجدته خاليا وتجرأت وقلت أكلمك. لا أنا مش متضايقة خالص، بالعكس حضرتك يعني بتقوم بدورك شيخ في الأريا في المنطقة قصدي. والله خير القيام يا أختي جمالات، أقيم الشعائر وأقيم الصلاة وأئم المصلين، كل هذا نظير 750 جنيه شهريا بكافة مشتملاتي. مشتملاتي ما شاء الله، تبارك الله تبارك الله. بارك الله فيك. بعد إذنك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على مهلك وانت ماشي. الراجل ده عايز إيه؟ مش عرفني، بيقولي لازم ألبس المكنات. مكنات؟ لبس المكنات ويشتغلوا إزاي؟ هو أنا ناقصاك أنت كمان؟ حرام عليك. خد يا حبيبتي ردي على التليفون. ألو. صباح الخير. صباح النور. كويسة النهاردة ولا لسه مضغوطة؟ لا كويسة، بقيت أحسن. أنا خليتهم دوروا على القضية بتاعة إبراهيم نوح ده، طلع معمول فيه بلاغ بسرقة ميكروباص، بس هو طبعا اتهام من غير لا شهود ولا أي حاجة، وعشان كده اتعمل له استدعاء مش ضبط وإحضار، بس طبعا لازم يروح وينكر عشان ما تتعملش قضية وتحكم عليه غياب. خلاص حاضر، أنا هقول لكوريا عشان تقول له، ومتشكرة أوي لحضرتك تعبتك معايا. حضرتك أول حاجة ما تقوليليش حضرتك، ثانية ما تشكرنيش، وأنا عايزك تخلي بالك من نفسك، دي أحسن طريقة تشكريني بيها. خلاص ماشي، يلا باي باي. مالك يا بيت؟ ساهمت كده ليه؟ صح صح الأكل عيشك، لحظان بعدنا أقوم أكسرك. تتحط شوية زيت عليهم حتة دهن جاموسي. دهن جاموسة؟ عشان يدوا ريح، وبعد كده تروح فاقع الكبدة والسجق ورادمهم فلفل أخضر وطماطم وبهارات. لما تيجي تعبي بقى، ها؟ ما تدبش السكينة في الرغيف لحد آخره عشان ما يبهواش ويطلب مونة زيادة. بص، نص فتحة، ها؟ وتمسك المقصوصة ويا دوب، شوف يا دوب لحسة كبدة.
وتكمل بطحينه. الكيلو يعمل معاك من 80 ل 100 رغيف، اقل من كده تبقى حمار. اسمع يا واد منه وما تصدرش الطرشه يا ولا، شوفوا بيشتغل الناس ازاي عشان ما حدش يشتغلك يا عبيط. امال الزبون هاكل ايه؟ مخلل. تديله مخلل على قد ما تقدر، المخلل بيضيع طعم الرغيف الحار. ياكل اللي ياكل يا اخويا، ما ان شاء الله ما اكل. هو الرغيف ابو كيلو كبده و2 كيلو سجق يا اخويا. ازيك يا ام سوق؟ ازيك يا سوق؟ تعالى هيما عاوزاك. ايه خير؟ القضيه اللي عليك طلعت بتاعت سرقه الميكروباص، والواد الظابط قال للبت جمالات انك لازم تروح عشان ما تنتصش فيها الحكم، وبيقول لك كمان لازم تنكر، ما هو ما فيش شهود ولا حاجه. ماشي؟ ماشي، هروح بكره اشوف الموضوع ده. ماشي. بس ايه موضوع البت مع الظابط؟ منطقه ضيقه يا كوريا والريحه هتفحفح. ادي نفعتك يا اخويا، كنت هتعرف منين اللي فيها لو ما كانوش بيكلموا بعض. قشطه، طالما فيها مصلحه قشطه. البت يا اخويا عماله توشوش في الواد كان احنا غرباء. هو احنا غرباء يا ولا؟ احنا غراب ياما، وخليك في حالك بقى. الله يخرب بيتك يا سوق، يا سوق هتولع في ام اللي جابوه. اجري يا ام سوق. فاكره؟ اه طبعا فاكره. هو في ايه؟ انا بالنسبه لي مفيش حاجه، انما اهلك لما عرفوا ان بنتهم مدمنه وان ابن خالتها مات بسبب الادمان، انهم سايبين حضرتك هنا كل يوم مع راجل شكل، بتهيألي دي التفاصيل هتبقى مهمه بالنسبه لهم. انت عايز ايه بالظبط؟ ابدا، عندنا قضيه كبيره وعايزينها تخلص باسرع وقت ممكن. ما تقلقيش، كل التفاصيل اللي قلتها عنك دي محدش يعرفها غيري، ومستعد انها تفضل سر ما بيننا، بس نتفق. نتفق على ايه؟ في معلومات معينة عايز أعرفها عن ومن نادر عالم الدين. يا أهلا وسهلا. أهلا أهلا وسهلا فيك. نجوان خطيبتي الشيخ جاسم من كبار المستثمرين العرب. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اليونان نورت يا شيخ جاسم. اليونان منورة بأهلها وأنتوا أهلها. الله يخليك. فزي ما بقول لحضرتك كده إن الصفقة دي مضمونة 100%. ليه بقى الصفقة دي مضمونة 100%؟ لأنه إحنا دايماً عندنا في مصر أزمة سكر. إيش هالحكي اللي تقوله يا أستاذ مروان؟ أزمة سكر في مصر والسكر كله قاعد يمي؟ آه. لا 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 بتكلم بجد. اصل بص اقول لحضرتك حاجه، احنا دايما كمصريين متعودين نشرب كوبايه الشاي خفيفه مع سكر زياده، فدايما تلاقي الشاي مرطرط كده والسكر هو اللي فيه مشاكل. حتى انا طلعت في كذا برنامج كده كنت بقول يا جماعه اللي يعمل كوبايه شاي بلاش 4 معالق سكر وخليهم 3، وبدل 3 خليهم 2. لكن تقول ايه بقى، المصريين مزاجهم كده. والله يا مصريين انتوا سكر الدنيا كلها. الله يخليك. انتوا احلى ما في الدنيا مصر وشعب مصر. الله يخليك الله يخليك. بس ايه بقى، لما بتحصل ازمه السكر دي السعر بيزيد الطقطقين او 3 كمان. طيب استاذنك دقيقه واحده. اتفضل اتفضل. والله اذا كنا احنا سكر فانتوا العسل كله. ايه في ايه؟ هو انت جايب الراجل ده هنا ليه؟ مش محترمك، مش شايف ان هو قاعد بيبص لي بصات سخيفه جدا؟ في ايه؟ وطي صوتك ليسمعك. بعدين انا اساسا اصطدته لما لقيته بيريل على اول واحده حلو، وبعدين هو فاكر انه هيلدعني على قفايا وياخدك مني، خليه ماشي في سكته، والشاطر اللي يضحك في الاخر ويلدع القرشين. ياه، للدرجه دي انا رخيصه عندك؟ يعني انت قاعد بتلعب بيا وبتتاجر بيا كمان؟ بس يا ستي بس منورنا. بس بقى، انت اتجننتي ولا ايه؟ في ايه؟ وبعدين هو انا قلت فيه لمس لا سمح الله، ده همس نظرات حاجات كده من تحت لتحت من غير ما اخد بالي منها. بس بقول لك ايه، كله الا اللمس. ليه؟ عشان انا راجل شرقي ودمي حامي. دمي حامي قوي. اهدي كده وفكي فكي. حاضر. استاذ مروان. ايوه. صدقني انا حبيتكم حبيتكم وايد. لا ومن اليوم ورايح ان شاء الله بنوقع صفقات وصفقات كبيره علشان انتوا تربحون واحنا نربح. قول ان شاء الله. ان شاء الله. قول ان شاء الله. ان شاء الله. الله عليك يا شيخ جاسم. ازاي يعني ليه؟ كرتون ولا كرتون؟ هو في حد دلوقتي بيبني بفلوسه؟ هو حاطط يافطه بصوره العماره على الارض، واللي بيجي بيدفع. واهو من دقن وفتله. خرب بيتك يا راجل يا ضلالي. امان عليك يا ام سوكه، انا ما قلتلكيش حاجه يا اختي. انا مش ناقصه مشاكل معاه. مشاكل؟ هو لسه سلومه شاف مشاكل؟ ده انا هخرب بيته هو واللي يتشدد له. اللي معايا هيبقى معايا. هو استاذ. اللي عليا هيبقى ورايا، اللي معايا هيبقى معايا، اللي عليا هيبقى ورايا، محدش يعرف يكسرني طول ما ربنا بقى وياي. على راس اللي يبقى عليا، اللي عليا الايام جايه، مش هنسى اللي واقف يوم جنبي
ولا انزل استنطر بيه. اوعى انا قلبي قادر ابقى اي حد أبقى. انا عالي زي الجبال. اوعى اطرق يمين. الله هيما فين يا سوك؟ شمال شمال. هيما فين يا سوكا؟ ايه يا اسطى؟ ايه ثم انت ايه اللي موقفك على عربيه الكبد؟ انا شايفاك واقف عليها من امبارح، قلت تلاقي راح هنا ولا هناك وموقفك على ما يجي. ما انت عارفه ان كبداكي ما بيحبش يقف على العربيه عشان اهو اهو جه اهو. انت فين يا هيما من امبارح وسايبني؟ لا اعرف عنك حاجه ولا معبرني ولا حتى طمنتني بالتليفون. عملت ايه في النيابه؟ لا مش انا قدامك اهو. ما عملوش حاجه، ما حدثونيش، قلت لهم ماليش فيه، قالوا لي اخلاق سبيل. طب الحمد لله. تعالى بقى شوف النصيبه اللي انا فيها. سيب بتاعي الصبح سلومه الكلب اخد الفلوس اللي اديناها له وتكيس البيت وراح ابني بيها عماره جديده. الله، وانت مش عارفك يا كوره، انت كنت عديتي فلوس وعارفه دي فلوس ايه ودي فلوس ايه. يا هيما خلص البيت ما بقاش مستحمل، هيقع على دماغتنا. تعالى معايا انت وسوكا نوقف له، انا مش هقفل لوحدي. طب استني بس افوق وافطر واجي معاكي. يا دي نصيب عليا ياما. طب اعمل ايه يعني؟ اروح استاجر لي راجل من على القهوه يتصدر لي؟ قدام ماليش راجل يتصدر لي. بقول لك يا ابراهيم، انا خلاص انا بتحط ايدي في الشقه منك. قولي قدامي، قولي قدامي. يلا يا اهلا وسهلا. ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ خش يا ناونه واعمل لهم كوبايتين شاي. استنى نواف، احنا نشوف يا اخويا ولا جايين للضايف؟ وديت فلوس تنكيس البيت فين يا جزار البهاي؟ ايوه يا اخويا، ما تضحكش علينا بكوبايه شاي ولا ازازه ازوزه. فين فلوسنا يا راجل؟ فلوسنا اللي قاطعينها من لحم الحي. فلوسكم؟ اه فلوسكم في الحفظ والسون. فلوسكم معايا ولا كانها في البنك المركزي عدم المؤاخذه. بطل تلف وتدور علينا، احنا عارفين ان انت خدت فلوس التنكيس وبنيت عماره جديده. ابني عمارات براحتي يا عم سوك. ايه انت هتبص لي في رزقي؟ رزقك يا راجل يا حرامي. وديت الفلوس فين اللي فتحتني عليها وخلتني استلف من اللي ولا ما يسواش؟ وفين التنكيس يا عم الفييس؟ ما تتكلم يا براهيم. بقول لك يا سلوم، انا ساكت من الصبح وسابك تبرطف، بس من الاخر كده يا حبيبي الفلوس دي انت واخدها على ايد الحكومه وماضي على كده. هتقعد بقى تستلوح وتلوح بالفلوس يمين وشمال، الحكومه هي اللي هتزعلك. ايوه بقى الحكايه كده، كل واحد يعرف واحده تعرف ظابط وماشيه معاه يفتروا على الخل. يا راجل خلي عندك فني انت يا كوريا. لا يا حبيبي، واحنا كمان هنزعلك، واحنا زعلنا وحش. انت مش مجرب ولا ايه؟ ايوه بصراحه يا متر، هو ورا القضيه كله كان عند محامي تاني. هي كانت عند الدكتور نادر عالم الدين، بس هو عنده ظروف فاحنا قلنا نلجا لمحامي تاني. انا محترم وقدر صراحتكم، بس دي قضيه صعبه، انا محتاج شويه وقت عشان ادرسها وارد عليكم هقبلها ولا لا. بس يعني كده حضرتك هتاخرنا. انتوا عارفين ده موسم قضايا الكبار اللي في البلد، واحنا كلنا خمس محامين اللي القضايا اللي من النوع ده بتروح لهم، فالدنيا زحمه شويه. طب يعني ممكن حضرتك تحدد لنا ميعاد؟ لو كنت هقبلها ممكن اتاخر شويه، ولو مش هقدر هتلاقوني برد عليكم بسرعه، وخصوصا انكم اتاخرتوا على ما جيتولي، والحكم ضد المتهمه هيصدر قريب. احنا متشكرين قوي يا استاذ، عن اذنك. خلاص يا عم وهدان، اخوك طاعون خارج كبدكي تحت جناحه وبعونه هم الجوز. جاك طاعون ياض يا نسر، ياض ده انتوا ولادي اللي ما لمستش امهم، هي بس المصلحه رشقت علينا، جت كده نقول لها لا. طب بس رشقت على الضيق، دب ايدك ووسعها شويه، ده احنا عشره الايام والليالي السودا سوا. طب بس انت اعطيني بعد الوقت وانا وسعها عشان انت والنسر ما تزعلوش. انت ياض قاعد بتنبر لي زي ما اكون اشتغلت في كارفور. ياض عشت الليل مع الاشكال الوسخه دي ما تلزش، وفلوسها شاربه سبيرتو لما عميانه بتطير زي النسر. انسر ايه المدام؟ يا ريت عملي لسه. ايوه يا نوال. ايه يا واد الدخله الناشفه دي؟ وحشتني. ملياش حق توحشني يعني، ده احنا كنا ولا المتجوزين. هاتي من الاخر وارمي اللي في بطنك يا نوال. عاوزه ايه؟ عاوز منك ايه يا هيب؟ ولا عوزت منك ايه يعني قبل كده؟ وحشتني، عاوز اشوفك. وانت ما وحشتنيش، ولو في خراب في دنيتي هيبقى من تحت راسك انت. جرى ايه يا هيما؟ هو انا كفرت يعني اني بحبك ولا كفرت؟ سلام يا نوال، انا مش فاضيلك. سلام. ومش فاضيلي ليه؟ وراك ايه يعني اهم مني؟ قلت لي عاوز اقابلك وانا قلت لا، هنحكي في ايه تاني؟ وانا احكي معاك ليه؟ انا اقوم افتح باب الشقه واخبط على كوريا واحكي معاها واقول لها انك كدبت عليها في حكايه الفرح والهدوم اللي انت مستلفها، وانك كل ليله بتطلع تتسحب وما بتجيش غير وش الصبح وشمس ربنا منوره. يعني ايه يا نوال؟ يعني تتعدل معايا وانت بتكلمني،
انا هشوف كده سلومه دنيته ايه وهكلمك وانزل اقابلك. امين امين. ايوه كده. جهز الورق وانا هطلع اجيب لك الفلوس. فلوس ايه دي يا بابي اللي هتديها له؟ انت مش هتاخد ولا مليم. انتوا ايه حيوانات؟ مش مكفيك اللي عملته بنتك فينا؟ عايز ايه انت كمان؟ وبعدين انت ازاي تكلم بابي بالاسلوب ده؟ انت نسيت انت مين وبتكلم مين؟ الله الله الله، ده حلوت قوي. هيدا هانم كمان هنا. انا بقى عايز 5 مليون جنيه والا هبلغ البوليس. انت يا اخي كلب فلوس، كلب فلوس. عم شكري كتف الراجل ده عشان نجيب له البوليس. انا هعمل لك محضر تعدي عشان ما حدش يصدقك. تفكرني مهندس محترم؟ ده انا هشعلقك من رجليك. امسكه كويس. يا حبيبتي انت لازم تمشي من هنا فورا، وجودك في خطر عليك وعلى حياتك. حكومه حبساني ليه يا حكومه؟ يا دفعه روح قول للمأمور يطلعني. قول له في مواطن محبوس ظلومه عنده قضيه امن قومي، راي عام، اموال عامه، نصب واحتيال على البلد باللي فيها. لو ما طلعتونيش دلوقتي البلد كلها هتبقى في خطر. يا حكومه. اهلا وسهلا يا ابو طالب بيه. انا اسف طبيت كده من غير استئذان، بس نادر ما بيردش عليا خالص. انا كمان ما بيردش عليا. انا لازم اقابل نادر واتكلم معاه. انا بنتي هتضيع مني كده خالص. وبعدين اسم ابو نجوان ده بيقول ان عنده اوراق تخص القضيه بيبتزني. لازم اشوف نادر ويقول لي ايه حكايه الورق ده، في ايه. انا مقدره الظروف اللي انتوا فيها، بس نادر اتغير، ما بقاش زي الاول، ما بقاش نادر اللي احنا نعرفه. انا محتاجه حد يقف جنبي علشان نرجعه زي ما كان ونرجعه للطريق اللي هو ماشي فيه. انا حاسه انه نادر كمان شويه هيتحول لمدمن، وده لو حصل انا هحس ان انا ضيعت حياتي عليه كلها وفي الاخر ضاع مني. انا ممكن انتحر. بصي احنا الاثنين مصلحتنا مشتركه. صح. يبقى لازم نحط ايدينا في ايدين بعض عشان بالطريقه دي نقدر نرجع نادر لشغله وحياته، كذلك هايدي بنتي ترجع لبيتها ولشغلها وحياتها، ونخلص القضية. يا ريت يا ريت يا ابو طالب بيه. لأن الراجل ده بيقول إن عنده معلومات مهمة في قضية هايدي أبو طالب مروان أبو عرب. وعلى فكرة إحنا مسكناه متلبس في اقتحام فيلا أبو طالب السنهوري. تمام يا فندم، هي قضيتي فعلا والراجل ده أنا عارفه. متشكر جدا لحضرتك. لا مؤاخذة يا باشا، ما تقولش اقتحام. أنت تخرس خالص وما تتكلمش إلا لما أقول لك. حاضر، سكتنا أهو. كنت بتعمل ايه هناك؟ هكون بعمل ايه يعني؟ كنت قاعد معاهم وكانوا جايبين لي حاجه ساعه والكلام رايح وجاي. هم السبب في شحطات البنت يا سعاده البيت. هم اتهموك ليه باقتحام الفيلا؟ كانوا بيتبلوا عليك؟ امال يعني سعادتك كنت عايزني اشوف بنتهم الهربانه دي اللي اسمها هايتي عنده في الفيلا ويسيبوني انزل عشان ابلغ عنهم؟ هايدي انت شفت هايدي فين؟ عنده في الفيلا. طب بعد اذن سيادتك لو ينفع تمشي مشي، انا محتاجه بره. تمام يا فندم. ست كبيره بره بتقول انها مرات الراجل ده. خليها تعالى دلوقتي. ليه كده يا ابو نجوان؟ ليه يا اخويا؟ ده الباشا العسكري بيقول ان انت هتجيب تعرف طالب بيه. ليه يا اخويا؟ مش كفايه اللي بنتك عملته فيهم؟ بقى وليه يا خرفانه انت؟ بكلمك بالتليفون عند جيران عشان تجيبي لي لقمه تقود بيها وهدمه نظيفه، تقومي تعملي لي مناحه؟ لا مؤاخذه يا سعاده الباشا. ليه؟ كده يا ابو نجوان؟ ليه؟ يا اخويا الناس ما شفتش منهم غير كل خير. ليه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. عايزك تاكل شويه السمك دول يا سلومتي عشان اخر الليل مش هتعرف نفسك، هتدعي لي. العين العين على الفوسفور ده كله، ده انا هنور طول الليل، مش هتتقطع عني الكهرباء. افتح بقك يا سلومتي يا معلمي وسيدي وتجراسي. يا عيني يا عيني يا عيني، الصبر حلو يا جدعان، فعلا الصبر حلو. شوف انا صبرت كتير عليك ازاي وعلى قله ادبك وسفلتك وطوله لسانك، لكن في الاخر اتعدلتي. ما هو من حبي وعشمي فيك يا سلومه، لو ما كنتش هتدلع عليك هتدلع على مين امك؟ اتدلعي يا نونو وقولي هاو 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 هاو. هنروح للمحامي امتى؟ ايه؟ عامل ايه كفلة الشرف؟ ما تخافش،
انا عارفه انك صرفت فلوس تنكيس البيت اللي لميتها من السكان في حته الارض اللي ورانا. ما تخافش انا سترك وغطاك. عاوز ايه يا نوال؟ الله، عايزه اقول لك ننزل نروح للمحامي عشان تكتب لي البيت باسمي. بيت ايه ده اللي اكتبه لك؟ انت اتجننتي؟ اكتب لك شقه عمري ليك انت؟ ليه؟ مش تعبان يا ربنا اللي لميتك بالشارع بعد الفضايح اللي عملتيها مع الواد الصايع ده بتاع كبدة الحمير؟ وهو كان مين اللي رماني في الشارع يا راجل يا نار؟ بس انا نازل دلوقتي وراجع بالليل، لكن قسما عظما لو رجعت بالليل وجيت تسد الموضوع ده تاني على لسانك انا هرميك في الشارع بالهدبه اللي انت لابساها. الشارع ده يلمك انت واللي زيك، الا ما شفت منك خير، لا فلوس بتدي ولا لسان بينطق كلمه عدله. اله يا بعيد يطصك سواه يكون اعمى. الو، جود ايفنينج مستر مروان. I want to inform you that the diamond you ordered came and we are waiting for you to come and pick it up. Ah, which diamond? The diamond that we ordered for you from Italy. Oh, no, thank you. I don't need it anymore. Change your mind? What do you mean you change your mind? We already bought it for you. It's identical to the one you have. It's the same piece. I bought it from you with 1 million and then I made you buy it with 2.5 million. That's all. What do you mean? Hard luck. Goodbye. Huh? Next time, take care. And take care. And take care. أنا قلتها لكو. يلا، مع السلامة يا معلم. دقيقة على طول. تعال في الكوريا. عوف عليك يا خي. مفتاح الشقة للهانم أصل نسيت مفتاحها فوق. وهي ليه يا ترى بقى ما بتنزلش من العربية؟ على رجليها نقش الحنة ولا شغالين عندها؟ بقول لك ايه يا كوريا، هنرجع نعيد تاني ونزيد تاني. ما هي متنك يا خي. انت عايزة مني ايه؟ انت مالكيش دعوة بيني، انا مش ناقصاكي، سيبيني في حالي. بقول لك يا حبيبتي، انت فاكرة نفسك نازلة في بنسيون؟ خارجة الصبح وراجعة آخر النهار ولا حد عارف انت رايحة فين ولا جاية منين؟ بقول لك ايه يا كوريا، الهانم كانت بتزور والدها الباشا عيب. والدها؟ شلها يا والدها. بقول لك يا حبيبتي، انت كده هتاخدينا كلنا في حديه، احنا متوينك جدعانه، مش هتخرجي وتيجي وترجعي لنا بالحكومه في ديلك وعايزانا اسكت. انت مستحيله، انا الغلطانه ان انا رجعت. استاذ شكري خدني اي حته ثانيه، انا مش قادره استحمل خلاص. استخدم الله يعني. كوريا اديلها المفتاح، اديلها المفتاح بدل ثلاثه بالله العظيمه بدي ادعيك. ماشي يا خال، اتفضلي. بعد كده الخروج والرجوع يبقى باستئذان، مش ميخه هي. ماشي؟ اتفضلي. عندها فشل كلوي بنسبة عالية جدا وهتحتاج جلستين غسيل في الأسبوع. وهتعرف تشتغل تاني؟ ده الأمر ده يتوقف على طبيعة الشغل نفسه. لو في شغلانة ما تحتاجش مجهود كبير وتبقى قاعدة مفيش مشكلة. ليه؟ هي هتشتغل مذيعة؟ وجلسة العلاج دي بقى تتكلف كام؟ الجلسة دي تتكلف حوالي 350 جنيه. يا نهار أسود، يعني 700 جنيه في الأسبوع، يعني 2500 جنيه في الشهر. ليه؟ هي دخلت لنا كام 2500 جنيه في حياتها؟ طب ما ينفعش علاج على نفقه الدوله. قرارات العلاج على نفقه الدوله واقفه دلوقتي وما بتطلعش. ما بتطلعش؟ كتر خيرك يا دكتور، خليها لكم، ما تلزمناش. سلام عليكم. عليكم السلام. تقلقي ان شاء الله هتبقى زي الفل. في ايه يا سندس؟ مالك مالك يا سندس؟ في ايه؟ سبتيني ومشيتي. معلش يا سندس، البنت اللي هنا برضه سابتني لوحدي وانا خايفه. حبيبتي يا سندس انا جنبك مش هسيبك تاني، بس ما تعيطيش. انا جعانه. طيب وهعمل لك اكل يا حبيبتي وهسرح لك شعرك وهرجعك سندس الحلوه. ما تعيطيش يا سندس، تضحكي. عايزه اكل. حاضر حبيبتي، من عينيا، وريني ضحكتك الاول. مش هسيبك يا سندس، مش هبعد عنك. انا جعانه. حاضر، وريني ضحكتك الحلوه بس. هقوم اعمل لك اكل. نفسك في ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسك في ايه يا سندوسه؟ كابوريه. بس واتك البت قريبة خطيبتك دي وشكلها مقرش. انا مش عارف البت دي عدت من تحت ايدك ازاي، مع ان انت دنجوان بطن البقره. يا عم واتكت ايه دي؟ بتكح قمصان نوم. البت دي اصلا كانت متجوزه واحد في الخليج وما رستش منه دينار احمر، وجات يا عيني بالهدوم اللي عليها. بس واتك يا عم انا مالي، ان شاء الله يكون عندها 60 سنه، المهم يبقى معاها فلوس يا عم طاعون.
وتدلعني بقى وتصرف عليا. ايوه تدلعني يا طاعون. ادون جول وعد حلب حصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. انت فين يا ده سوكا؟ مختفي فين؟ انت اللي فين يا صاحبي؟ بقالك يومين مش ظاهر ومبتفتحش العربيه ليه؟ في ايه يعني؟ وقعت على سبوبه كده. ايه ده اشتغلت؟ اه. فين بقى ان شاء الله؟ في مطعم طباخ. بس اوعى تقول لكوريا على حاجه لحد ما رستق نفسي واثبت رجلي في الشغلانه. ربنا يكرمك يا صاحبي. من العين دي قبل العين دي. طب والعربيه يا عم؟ هي متلقاها الناس هنا يا سوكا، مش لاقي تاكل عيش حاف، هتاكل كبده وسجق. بص يا صاحبي، انت تديني العربيه ديت اقف عليها وتعلمني الصنعه والنص بالنص. وعلى فكره اول لما ترجع هتلاقي العربيه ساق سليم. قلت ايه؟ ماشي يا سوكا. ايدك بقى على المفتاح يا صاحبي، اروح اظبط العربيه وبتعالى بص عليها كده وفهمني الفوله فيها ايه. امسك. ادي الصحاب. الاصيل للاصيل. سلام يا فنان، بحبك باستمرار. انت ما قلتلوش ليه على الشغلانه؟ الواد سوكا صاحبي اه، بس بق ودلدوله بتاع امه، ولو عرف اي حاجه هيروح يكب في ودن كوريا على طول. وهتيجي بقى كوريا تقول لك الكباريه والنسوان والخمره، وانت عارف بقى الشغل ده. بس برضه يادجك طاعون، تديله مفتاح عربيتك. ياض عربيتك دي زي المدام، ما ينفعش تديها لحد بتاتا. وانا مديله مرسيدس؟ ده عربيه كبده. ده سوكا طاعون. سوكا بالهنا والشفا. ثانيه بس هشوف مين اللي بيخبط. جيتك ضربه. يو انا جيت ناحيتك دلوقتي. ايوه بقول ايه؟ انا قصدك في خدمة. انت بتكلميني انا؟ امال سندس؟ لا ما كنت عربية. سبتيني يا اختي خايفة وجعانة. تعالي تعالي انا بخلت. استني دلوقتي. خير؟ عايزاك تكلمي لي الضابط بتاعك. الضابط بتاعي؟ ليه؟ هي مجاله استدعى من النيابة، وعايزين نعرف الاستدعاء ده ليه. انا اللي هكلم الضابط. انا هقول له ياخدك يحطك في السجن علشان انت سبتيني انا وخرج. معلش يا خالتي، حقك على دماغي، حقك على دماغ امي الله يرحمها. بس والنبي والنبي سيبيني اشوف النصيب اللي انا فيه. ما بكلموش. نعم يا اختي، انت هتعمليهم عليا ولا ايه؟ جالي من يومين المحل وقلت له ما تكلمنيش تاني ومشي زعلان. طب معلش يا جول، تعالي على نفسك عشان خاطر الوالد، لا ينتص فيها حكم غيابي وينحبس. ماليش دعوه، خدي نمرته وكلميه انت. ما ينفعش انا اللي اكلمه، مش هيعمل حاجه. انت اللي لازم تكلميه وتدلعي عليه عشان يعمل لنا المصلحه، بعد كده ان شاء الله تقولها في بعض. اي تدلعي. بقول لك ماليش دعوه، مش هكلمه. هو ايه اللي مش هتكلميه ده؟ ليه ان شاء الله؟ كل ده عشان كرامتك يعني؟ لو انت مش حاسه احنا عاملين عشانك ايه؟ ده احنا ملبسين نفسنا قضيه عشان متسطرين عليك وكدبانين على الحاره كلها ومقسماني في اكلي وشربي ونومي وحمامي وشايله همك للنهار كانه همي. يا شيخه ده حتى لما نزلت الصبح وغبتي قلبي وجعني عليكي كانك اختي ولا بنتي. كل ده مفيش تقدير؟ هو انت ايه؟ كان الناس دي كلها بتشتغل عندك ما بتحسيش بيهم؟ يا شيخه شحال ما كنتش جايه لك يعني وبقول لك ده انا قصدكي في خدمه. ده بدل ما تقولي لي تؤمري ولا من عينيا الاثنين زي الناس الجدعان تقولي لا. طبعا صحيح، اللي بيقني كلب بيطمر فيه واللي بيقني انسان بيعضه. كلب؟ ماشي يا كوريا، انا كنت هكلمه لك بس دلوقتي عمري ما هكلمه. ايه رايك؟ الله يسامح، انا اكيد ما اقصدش يعني. طب حتى قول لي مساء الخير ولا انا خلاص بقيت عدوتك؟ مساء الخير يا رجاء. استنى هنا، رايح فين؟ ممكن تقول لي انت بتعاملني كده ليه؟ جرى يا رجاء؟ هو انت عايزه تتخانقي وخلاص ولا ايه؟ ده انت مش بقيت سلبي وبس ومالكش دعوه بكل اللي حواليك، لا ده انت كمان بقيت مؤذي وبتاذي كل اللي حواليك. ابو طالب بيه كان هنا وقال لي ان ابو نجوان راح له البيت وهدده وانت لازم تظهر عشان تخلصهم اللي هما فيه. وانا مال امي انا بالقضيه دي؟ انا سبت القضيه خلاص، يحلوها بقى زي ما هما عايزين. اوكي هما يحلوا القضيه بالطريقه اللي هما عايزينها. انا بقى بتعاملني كده ليه؟ انا اذيتك في ايه؟ افتكرت انا الاسطوانه ياها المشروخه دي. انا اللي ربيتك، انا اللي علمتك بعد ما ابوك وامك ماتوا، وانا اللي ضيعت عمري وشبابي عليك. ما كنت عشت شبابك رجاء وخلصتينا،
على الاقل كنت بقيتي انسانه عاديه دلوقتي بدل ما انت عماله تقلدي العيال اللي عندها 15 و20 سنه في اللبس وفي الميك اب. بقيتي حاجه تكسف. الو الو مين معايا؟ ايه مش فاكر صوتي؟ لا معلش مش واخد بالي. عموما انت عندك حق تزعل مني، انا اسفه يعني عشان المره اللي اتعاملت معاك بطريقه سخيفه المره اللي فاتت، بس معلش عشان كان عندي شويه مشاكل والناس اللي انت شفتهم خارجين من عندي كانوا يعني جايبين لي اخبار وحشه، وبعدين انت طول الوقت بتعاملني كده زي ما اكون متهمه عندك وبتحقق معايا، فيعني الحاجات دي عصبتني شويه. ما تزعلش مني خالص طبعا. متهمتي ايه؟ وبعدين انا مش زعلان خلاص، المهم انت تبقي كويسه. بعدين يا ستي لو في عندك اي مشاكل ما تحكيها لي وانا هتلاقيني جنبك. متشكره. طب عشان ما اطولش عليك، كان في قريبتي كوريا اللي انا عايشه عندها يعني اللي شقتها كان عليها مشاكل، فاكرها؟ اه فاكرها طبعا، الكوافيره. اه خطيبها بقى اسمه ابراهيم نوح السيد، كان جاله استدعى من النيابه وهو قلق قوي عايز يعرف يعني الاستدعاء ده عشان ايه، فلو تقدر يعني تعرف لنا. بسيطه خالص، انا بكره الصبح اول ما اوصل للاسم اشوف لك لو ليه اي محاضره عندنا اتحولت للنيابه ولا لا، ولو في هعرف لك ايه السبب بالظبط. مش ده رقمك؟ اه رقمي رقمي. خلاص انا هسجله واكلمك بكره اقول لك ايه الاخبار. بس بقول لك ايه، هتعامليني زي ما بتعامليني دلوقتي مش زي قبل كده. لا 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 اكيد اكيد زي دلوقتي. يلا باي باي. ما بتكلموهش جاتنا نيل، احنا لو بنعرف نتساوي كده ما كانش ده بقى حل. بتقولي ايه؟ ها؟ بقول متشكرين يا جول. العفو يا كوريا. الو؟ ايوه يا بابا ازيك؟ اهلا. ازيك يا ست نجوان؟ لفت الفلوس لوحدك وسايبانا حالنا متبهدل. ليه؟ هو في حاجة حصلت؟ في حاجة؟ في حاجات يا اختي. امك جالها فشل كلوي وراقدة في المستشفى. يا نهار ابيض، فشل كلوي مرة واحدة؟ هما المرتين؟ اه مرة واحدة. محتاجة غسيل كلوي 8 مرات في الشهر ب 8000 جنيه، الجلسة الواحدة ب 1000 جنيه. مش مهم الفلوس، أنا هبعت لك، بس المهم ماما تبقى كويسة. بلا 60 نيلة. أهي راقدت. مين بقى يا أختي اللي هيصرف على البيت إن شاء الله؟ ما قدامناش غيرك. ابعتي لنا كل شهر ال 8000 بتوع الغسيل، وفوقيهم كام ألف كده لمصاريف إخواتك. مصاريفهم بقت تقطم الوسط. طيب حاضر يا بابا، أنا هبعت لك على وستر يونيو زي المرة اللي فاتت، المهم خلي بالك من ماما. يلا باي دلوقتي. ها باي. باي باي. جاتك نيلة في لغات أمك، ما تقولي مع السلامة. يا دي النكد اللي أنا فيه، لسه هروح أفتح. طيب طيب. ايه ده جايبينها لي كده ليه؟ انا لا بعرف اكل ولا اشرب ولا طفح ولا عندي نص جنيه في البيت حتى. الله يكرمك يا ابو نجوان، انا مش طالبه يا اخويا غير اني اترمى على فرشتي، والدكتور قال ان انا هتحسن بعد الغسيل. انزلي يا اختي هاتي لك قرشين تغسلي بيهم. ايه ده انت بتكلمها كده ازاي؟ واحدة عيانة قدامك يا أخي عندها فشل كلوي، قولها ربنا يشفيكي إن شاء الله تقومي بالسلامة، مش عمال تسم بدلها كده بكلامك. جرى إيه يا أختي؟ أنت هتعملي لي فيها بلافيتة وتوعظينا؟ ما تغوري في داهية، واحد بيتكلم مع مراته، إيش حشرك أنت؟ معلش يا بنتي امسحي فيا، حقك علي حقك علي. ربنا يكون في عونك يا أم نجوان. السلام عليكم يا أخت جمالات. هلو أهلا وسهلا. مين الراجل ده؟ ده الشيخ ناصر يا سندس. أنا بحب الشيوخ قوي قوي قوي، عارفة ليه؟ ليه؟ علشان بيودونا نحج ويعلمونا نقول إيه. أنا هحج إمتى بقى؟ إن شاء الله ربنا يكتبها لك يا ست سندس. بعد إذنك يا أختي، كنت حابب ألفت نظرك لحاجة بسيطة كده. اتفضل. هذه المجسمات الموضوعة في فترينات العرض المسماة بالمليكانات، ألا ترين فيها فتنة؟ يعني إيه؟ هذه المجسمات أنا ترين فيها فتنة؟ فتنة؟ دي بلاستيك. أفهم هذا جيدا، ولكنها منحوتة بمهارة
كأنها أنثى متفجرة الأنوثة ملفوفة القوام. وشباب منطقتنا من الفقراء ممن يصعب عليهم توفير نفقات الزواج لمشاهدة النساء الحقيقيات، وأنا بعيني شاهدت كثير من أبنائنا سائق التكاتئ وهم يهدؤون السرعة ليتأملوا هذه المجسمات والعياذ بالله. العياذ بالله؟ يعني هو أنا صحيح مش فاهمة ولا كلمة من اللي حضرتك بتقوله، بس واضح إنه كلام مهم. ولكنني وقفت أراقب المحل طويلا حتى وجدته خاليا وتجرأت وقلت أكلمك. لا أنا مش متضايقة خالص، بالعكس حضرتك يعني بتقوم بدورك شيخ في الأريا في المنطقة قصدي. والله خير القيام يا أخت جمالات، أقيم الشعائر وأقيم الصلاة وأم المصلين، كل هذا نظير 750 جنيه شهريا بكافة مشتملاتي. مشتملاتي ما شاء الله، تبارك الله تبارك الله. بارك الله فيك. بعد إذنك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على مهلك وانت ماشي. الراجل ده عايز إيه؟ مش عرفني، بيقولي لازم ألبس المكنات. مكنات؟ لبس المكنات ويشتغلوا إزاي؟ هو أنا ناقصاك أنت كمان؟ حرام عليك. خد يا حبيبتي ردي على التليفون. ألو. صباح الخير. صباح النور. كويسة النهاردة ولا لسه مضغوطة؟ لا كويسة، بقت أحسن. أنا خليتهم دوروا على القضية بتاعت إبراهيم نوح ده، طلع معمول فيه بلاغ بسرقة ميكروباص، بس هو طبعا اتهام من غير لا شهود ولا أي حاجة، وعشان كده اتعمل له استدعاء مش ضبط وإحضار، بس طبعا لازم يروح وينكر عشان ما تتعملش قضية وتحكم عليه غياب. خلاص حاضر، أنا هقول لكوريا عشان تقوله، ومتشكرة أوي لحضرتك تعبتك معايا. حضرتك أول حاجة ما تقوليليش حضرتك، ثانية ما تشكرنيش، وأنا عايزك تخلي بالك من نفسك، دي أحسن طريقة تشكريني بيها. خلاص ماشي، يلا باي باي. مالك يا بيت؟ ساهمت كده ليه؟ صح صح الأكل عيشك، لحظة بعدين.